يلا نبدأ جولتنا سريعة في ماركا الأسبانية. الحقيقة الصحيفة ركزت على موهبة ريال مدريد ألفارو طبعا قبل مواجهة ليفربول في دوري الأبطال، وكتبت ألفارو يطرق الباب لأنشلوتي. الحقيقة نجم كبير جدا وبيرغب في إدراجه بقائمة أنشلوتي، بيضع أو بيرغب في إدراج ألفارو بقائمة الفريق لمواجهة ليفربول. الصحيفة اهتمت كمان بفوز برشلونة المتصدر بنتيجة 2-0 على قادش في الدوري، وكتبت مباراة رائعة من فيران توريس. نفس الجريدة اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على أتلتيكو بلباو بنتيجة 1-0. في أسبانيا لسه موجودين، وصحيفة سبورت الأسبانية ركزت هي على كمان على فوز برشلونة على قادش واستعادة فارق الثمان نقاط مع ريال مدريد، وكتبت استمرار الاحتفالات. الصحيفة كمان اهتمت بفوز باريس سان جيرمان على ليل بنتيجة 4-3 بالدوري، وكتبت ميسي يحسم اللقاء لصالح باريس سان جيرمان الذي خسر نيمار. لسه في أسبانيا مع جريدة آز الأسبانية، وركزت على حوارها مع البرازيلي رودريجو، وكتبت رودريجو سيد دوري أبطال أوروبا. طيب نروح من أسبانيا ونروح إلى إنجلترا، تحديدا صن الإنجليزية. ركزت على فوز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، وكتبت تنهاج بطل يرغب في قيادة مانشستر يونايتد إلى عصر مليء بالألقاب تحت حكم الملك الجديد. طبعا مباراة كبيرة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم مع أحمد مجدي هنتكلم كمان عن راشفورد وعن المان يونايتد اللي بيعود بقوة من خلال البريمير ليج. نفس الصحيفة اهتمت بفوز توتنهام على ويست هام 2-0. طيب من انجلترا نطير سريعا لفرنسا ونركز على جريدة او صحيفة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز اولمبيك مارسيلي على تولوز بنتيجة 3-2، وكتبت كلاسيكي جدا، كلاسيكي يعني مباراة كلاسيكية بشكل كبير، واهتمت كمان بفوز باريس سان جيرمان على ليل 4-3، وكتبت تم انقاذه من قبل نجومه، طبعا انقاذ المدير الفني جالتييه على يد ميسي ما فيش شك. كانت مباراة كبيرة جدا، وكانت زي ما بقول لحضراتكم كمان جالتييه قاب قوسين او ادنى من الخروج من دور الابطال، وبالتالي هتكون اقالته، ولكن على مستوى الليجا كمان ميسي بيقدم مباريات رائعة وبيقدم يعني طوق النجاة لهذا المدير الفني. طيب نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنستقبل نجم الكرة العالمية ومحلل الكرة العالمية المميز أحمد مجدي عشان نتكلم معاه في البريمير ليج، ونتكلم كمان معاه في دوري الأبطال.